السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب دايما تبقوا في صحة وسعادة وهنا العمر كله. نبدأ حلقتنا الجميلة ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أشرف خلق الله، وبسم الله الرحمن الرحيم نبدأ حلقتنا الحلوة الجميلة. طبعا اليومين دول اللهم صل على النبي الزيتون نازل، بس للأسف أسعاره غالية جدا. كنت عايزة أجيب لكم بس معرفتش أجيب، الناس ماسكة فيه بطريقة وحشة قوي وغالي ومش عارفين له أماكن. اللي يعرف الأماكن فين أو يعرف الأسعار يكتب لي في التعليقات. فبجد كان نفسي أعمل لكم شوية بس معرفتش أجيب، كان غالي قوي. فدلوقتي ممكن نستعيد عنه بالليمون، الليمون حلو على فكرة مش وحش، ممكن نعمل مخلل ليمون لرمضان وفلفل ونظبط بقى ونعمل تشكيله حلوه ان شاء الله هنعملها لكم قريب. فايه اللي بيبقى محتاجينه معاهم؟ طبعا البرطمانات، طبعا البرطمانات الازاز هي احسن حاجه. بس بصي لو خلينا برضو عمليين، البرطمان الازاز انت عملتي المخلل زي الفل او حاطه فيه جبنه قديمه وزي الفل مفيهوش اي حاجه، بس عارفه لو البرطمان الازاز لا قدر الله يعني اتخبط خبطه خلاص كل حاجه بتبقى راحت منه. ولو قدر الله لو بتشيليه بس وبتنقليه في مكان ووقع بس فلت منك كده في الارض بيتكسر برضو، كل حاجه ضاع اللي انت عملتيه كله وبتضطري ترميه لانك بتخافي يكون في ازاز دخل فيه. فاحنا البرطمان الازاز رغم ان هو صحي بس احنا بنستبعده لان ممكن في اقل حاجه يتكسر منه. طب ايه اللي اكتر حاجه ان احنا ممكن نستخدمها؟ البرطمانات البلاستيك، هي ما بتبقاش برضو حلوه في كخزين مده طويله بس هي بتبقى عمليه في الشيل والحط، ما بيجراش حاجه يعني. والبرطمانات اللي زي دي بتبقى جميله جدا. بص البرطمان ده حلو جدا، بص دول بيبقوا ثلاثه مع بعض، هما ثلاثه بس مش شكلين، بص ثلاثه كده، ثلاثة دول كده بيبقوا مع بعض ماشي. فانت بتعملي ايه بقى؟ باخد ثلاثة زيهم تاني بحيث ان انا اشكلهم، يعني باخد ثلاثة وثلاثة، يعني ثلاثة احمر ثلاثة ازرق في كل الالوان. وسعرهم مش غالي، بالعكس سعرهم رخيص جدا في منتهى بصي السوق، يعني رخيص رخيص يعني بجد. لو عايزين تعرفوا الاسعار وتعرفوا المكان تكتبوا في التعليقات وانا هقول لكم. البرطمان ده حلو ليه بقى؟ اولا عملي جدا، اهم حاجه تجيبي اي برطمان تكون الغطا بتاعه بص بيقفل بقاله قد ايه، يعني بياخد وقت كمان عبال ما يقفل، حلو غطيته محكمه دي حاجه. والبرطمان ده مش صغير زي ما انت شايفه، البرطمان ده كبير بيبقى حلو جدا. فهو عملي يعني مثلا حتى لو وقع اتخبط اي حاجه ما بيجرالوش اي حاجه، حتى لو اتطبق لجوه بس اتطبق بيرجع تاني ما فيهوش اي مشكله. بعدين عملي، ممكن لو انت عملتي جبنه قديمه ولا حاجه وحطيتيه فيه يقع منك عادي، يقع سليم زي ما هو والجبنه بتبقى زي الفل والغطا بيبقى محكم ما فيهوش اي حاجه. او مخلم برضو وقع بيبقى زي الفل. لو عسل، شوفي بقى لو عسل وبرطمان ازاز وقع منك الدنيا كلها بتبقى باظت، العسل بيغرق لك الدنيا. فانتي اختاري الحاجات اللي هي عمليه وتكون سهله وبسيطه وما تغلبكيش بعد كده. قدر قلتي لطفلك او بنتك هات البرطمان ده وهو فلت من ايديها، طب خلاص فانتي جيبي الحاجه الاحسن والحاجه اللي هي ايه هتعيش معاكي. بص الاحمر جميل ازاي شكله حلو، بص الغطا منتهى الجمال، بس بتاخد مده قبل ما يقفل، يعني مش بيقفل كده وخلاص لا، بصي لازم بص ما تركبش، بص لازم تركبيه صح، بص تمشي مع الغلط، بص كل حاجة وليها حاجة ده. سبحان الله بص بص كده قفل. بس بتعملي البرطمانات دي انا جبتها لكم عشان التخليل. احلى حاجة على فكرة تعملي برطمانات زي كده صغيرة حلوة. ليه بقى؟ انا بعمل النهاردة مثلا ممكن تعملي تشكيلة، ممكن تعملي خيار، ممكن تعملي جزر، تعملي اشكال، بس في نفس الوقت يعني ده ممكن يشيل نص كيلو بالظبط كده، فحلو انا اعمله ولما يخلص تعملي غيره.
ما تكوميش وتيجي تعملي برطمانات كبيره وتقولي اخد منها، لا بعد مده ممكن تبوظ. لكن لا، حاجات زي دي بتبقى اسهل، ممكن تديها هدايا يعني، ممكن راح عند اختك، عند اخت جوزك مثلا. على فكره المخللات بتبقى حلوه قوي، بالذات لما تبقي عاملاها كده انت، وبتبقى حاجه نظيفه في البيت يعني. ممكن برطمانات زي دي تعمليها هدايا، ممكن تعملي مشروع في البيت البرطمان. شوفي بقى تعملي التكلفه وتشوفي قد ايه وتبيعيه برضو بالبرطمان، حلو جدا بجد. البرطمانات دي حلوه وعمليه، وفي نفس الوقت هتنجز معاكي ما شاء الله، حاجه حلوه. لو عايزين تعرفوا زي ما قلت لك الاسعار والمكان، اكتبي في التعليقات وانا هقول لك فين المكان والاسعار. هو مش غالي جدا، هما تلاتة والله. بصي اسعار حلوه وناس طيبه يعني، احلى حاجه خدي من ناس تكون ناس كويسه يعني. حتى لا قدر الله يعني، انا كنت جايبه حاجه كده، كنت جايبه اوريها لكم، علبه جميله قوي حلوه، بس لقيت فيها غلطه ان هي ما بتقفلش يعني. بعد ما مشيت شويه كده لقيت الغطا مش بيقفل، مش محكومه كقفل في الغطا، فروحت وديتها لها. لا والله عادي، ادتني الفلوس وقلت لها لما تجيبها بقى اخد مني. فخدي ناس، خدي من ناس تكون كويسه، فربنا يرزقكم ويرزق الناس كلها يا رب. اقول لكم ايه بقى، اشوفكم على خير واشوفكم في كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.